السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مجموعه من الحيل الرائعه اللي غادي تفيدكم بزاف بزاف وتسهل حياتكم. نبداو على بركه الله بالحيله الاولى. اذا هنا كيف كتشوفوا عندي بعض الملابس اللي مازال ما ناشفاش، كيف كتشوفوها هو الماء مازال فيها وبغينا نلبسوها. مثلا هذا السروال محتاجين اننا نلبسوه في الحال، فالطريقه ساهله ماهله وغادي نلبسوه سخيخ ناشف في لحظه، ما غاديش نتعطلوا فيه نهائيا. وهي اننا غادي ناخذوا شي باندا هكذا اللي غادي نقبطوا الرجلين ديالو ونجيبوا السوشوار. علاش هاد الباندا؟ شنو الفائده ديالها؟ باش داك البخار ما يخرجش على برا، يعني يبقى لداخل، يعني غير كنديروا واحد شي شويه صافي كيسخن مره واحده. ها انتم كيف كتشوفوا، ها هو غير خدمته واحد شويه فكيبان لي ان كلهم دوك البقع اللي فازقين نشفوا، ولا السروال عادي اللون ديالو عادي وسخون وناشف. ها انتم تشوفوا الفرق بين هاد الرجل ديال السروال والرجل الاخرى. اذا هنا ضروري فكنجمع الرجلات من الاسفل كيف قلت لكم باش بسرعه كينشف ليا، يعني ما كنضيعوش داك الهواء ديال السوشوار، غير كنديروا هكذا واحد شويه صافي فكيخرج ناشف. اذا هاد الطريقه كنديرها لمجموعه من الملابس، وخاصه اللي كيكونوا هكذا مجموعين بحال السراول، مازال بحال تيشورتات والقوامج وداكشي اللي فيه الكمام والعنق وهذه، فكياخد شويه الوقت في التنشيف. انا هاد الطريقه كنعملها غير للتقاشر وكذلك السراول خاصه ديال الاطفال. اذا بالنسبه للتقشيره انتم كتشوفوا كلها فازقه، فكنعصرها فقط من الماء وكنديرها بحال هكذا، كنلبسها السوشوار صافي وكنخدمو. ها انتم معايا، هي كتنشف بوحدها، شوفوا الشكل ديالها. اذا فلبستها ليه وخدمته وبسرعه كتنشف وكتخرج ناشفه وزوينه. اذا هاد الطريقه مثاليه وزوينه خصوصا في ايام الشتاء واللي عنده هكذا وليدات صغار، فكيتهنى من هاد القضيه ديال التقشرات. احيانا كيجيبوهم دراري صغار هكذا فازقين بالشتا وغيرها، هاد الطريقه ساهله وزوينه. نمروا ان شاء الله للحيله الثانيه وهي صفار هاد الكوكتله. ضاعت لكم، ممكن تعوضوها بهاد القطبان هادو ديال الشواء، هاد الاعواد ديال الشواء، فهما زوينين رائعين في بلاصه صفار هاد الكوكوط. كيجيو في القياس نيشان، واللي ما عندوش ممكن يدير كيغدون، يدير جوج عويدات ديال كيغدون فكيعوضوا هادي، وكتسد مخيره بحال دايرين الصفاره. نمروا ان شاء الله للحيله المواليه وهي الفلفله. اذا اللي بغينا نشويو كميه كبيره في وقت قليل فما كنوسخو لا بوطه لا حتى شي حاجه، كنشويوها وكتبقى الدنيا نقيه. شنو كندير؟ كناخذ الفلفله كنغسلها ونشفها مزيان مزيان حتى ما كيبقاش فيها الماء، كنشفها بورق المطبخ. من بعد كناخذ هذه المقله الثقيله ديال الخبز كندهنها بواحد القطيره ديال الزيت، وكنرتب فيها كذا الفلفله وندهنها بواحد القطيره من الفوق. تقريبا الكميه اللي عندي كامله ديال الزيت غير واحد نص معلقه، نص معلقه كافيه. كيف كتعرفوا الزيت راه سائل، يعني غير شويه منه راه غادي يدهن كل شيء. صافي كندير هذيك الشيته وكندهن وكنحطها فوق النار ونشعل عليها. في الاول درت في المقله بارده عاديه، صافي كنحطها وكنشعل عليها حتى كنحس بها طابت من جهه، عاد كنقلب للجهه الاخرى. ها انتم غادي تشوفوا كيف غادي تجي، فكتشوى بطريقه زوينه رائعه وكتشوى كلها مره واحده، وغادي تشوفوا انها كتشوى مزيان، يعني هذيك كزات قشره غير بوحدها، الجلده كطير ليها غير بوحدها. اذا ها هي الفلفل ديالنا شوات مره واحده، ما وسخنا لا بوطه لا حتى شي حاجه. صافي كناخذها من بعد وكنوضعها في شي انيه هكذا وكنغطيها، كنغطيها غير واحد شويه واحد 15 دقيقه باش كتولي ساهله في التقشير بالمدفات واحد شويه. واصلا راه كتقشر بسهوله، ها انتم كيف كتشوفوا معايا. اذا من الافضل ما تطوعش بلاستيك، البلاستيك راه ماشي مزيان مع السخون، يعني راه مضر جدا بالصحه. فكنعملها في شي حاجه هكذا دينوكس ولا شي سوبيرات الزاج وكنغطي عليها. الغطاء ماشي مشكله درتو البلاستيك، غير المهم ما تحطوش فيه منه الماده الغذائيه نيشان. صافي ها انتم كتشوفوا كنغطي وكنخليه واحد شويه بالمدفات، صافي كيولي ساهل التقشير ديالها. غير كتقيسها كتسلخ ليها القشره كامله، وها هي الطريقه سهله مهله. نمر ان شاء الله للحيله المواليه. الحيله المواليه هي لتنظيف الاحذيه. اذا فبالنسبه للاحذيه الا توسخوا لنا، احسن طريقه هي اللانجات ولا هاد المناديل المبلله
اللي كنشريوها باش كنمسحوا بها الاطفال فهي زوينه رائعه، الاحذيه مثاليه خصوصا الاحذيه اللي كتكون من الجلد، فكيف كنعرفوا هي اصلا صالحه للجلد وكتباع باش كنمسحوا بها هكذا الجلد ديال الرضيع والاطفال الى غير ذلك، فهنا كنمسحوا بها حتى الاحذيه. فسبق لي وشاركتها معكم في فيديو سابق، فانا دائما كنحطهم يعني كنشري هكذا علب وكنخصصهم للاحذيه، فهما كيمسحوا وكيعتنيوا بالاحذيه وكيحافظوا عليهم وعلى الجلد ديالهم، وطريقتهم سهله في التنظيف يعني ما كنحتاجوا لا ما لا فوطه لا حتى شي حاجه، مباشره كنجبد من البواطه هكذا منديل وفازك وكنمسحو، فهو كيلمع الاحذيه مزيان مزيان، كيلمعهم وكيجعلهم جداد، وهاد الاسفل ديالهم هاد الشيء اللي قاصح لتحت الا كان مسخ بزاف وما كفاش فيه هكذا اللانجيت بوحدو، فممكن انكم تاخذوا شويه ديال السائل اليدين، هاد السائل اللي كنغسلوا به يدينا فتا هو راه مزيان يعني صالح للجلد ديال اليدين، فبالتالي ما نخافوش على الجلد ديال الاحذيه، كنديروا في لانجيت وكنحك به مزيان مزيان هكذا الجناب، فكيرجعوا جداد ومزيانين يعني نقيين بزاف. ها نتوما كتشوفوا انا كننظف به دابا، وبغيت نشارك معكم هذه الحيله البسيطه. اذا هذه الطريقه رائعه في تنظيف الاحذيه. اذا كنستمروا هكذا على حساب الحذاء، الا كان مسخ يعني فكندير واحد الكميه هكذا ديال سائل اليدين وكنحك مزيان صافي. من بعد ما كنكمل يعني هاد الرغوه هادي راه ما نخافوش منها على الحذاء، كيف قلت لكم هادشي كله امن على الجلد. من بعد كناخذ واحد لانجيت واحد اخر كنجبدو هكذا من البواطه ما فيش السائل، وكننظف به الحذاء كننشف به وكنحيد هذيك الرغوه صافي، ها هو الجديد ولامع وكيولي زوين بزاف، كيبقاو لي غير هاد السيور فكنحيدهم وكننظفهم. اما الاحذيه فكنعملهم لا شيته لا حتى شي حاجه باش كيبقاو ليا مده طويله وكنحافظ على الجلد ديالهم، فالسر هو هاد لي لانجيت. وهانتوما كتشوفوا غادي تشوفوا معايا دابا الفرق بين هاد لي نظفت قدامكم واللي مازال ما تنظفش، شوفوا كان موسخ وشوفوا دابا كيف ولا، حتى الجلد كيبان فيه هذاك اللمعان وكيبان زوين منظف بحال رحنا حاكينه، هو راه غير بطريقه بسيطه هكذا في لحظه. وبالنسبه للاحذيه يعني شي مرات فاش كنشريو هكذا صباط ولا هكذا صبادريه واخا تكون على المقاس ديالنا فكتجينا قاصحه شي شويه كدبر لينا رجيلاتنا يعني في اي مكان سواء هنايا من اللور هاد البلاصه كتكون شي شويه قاصحه ولا من القدام ولا المهم في اي مكان. انا غادي نوريكم واحد الحيله باش كتوسعوا الحذاء وكتلبسوه المره الاولى بلا ما كيدبر لكم رجيلاتكم. فكناخذوا هكذا السوشبار كنديروه السخونيه على الجهه اللي كضرنا، مثلا هاد الجهه اللي اللور فكنبقى هكذا عامله السوشبار كيسخنها حتى كتسخن مزيان. علاش؟ لان الجلد فاش كيسخن يعني كيتمدد بالحراره، فاش كتسخن مزيان مزيان عاد كنخليوها يعني ترطاب هذيك الجهه باش ما تبقاش دبرنا. الا كيدرنا من القدام نفس الحيله غادي نديروها هكذا القدام ونركزوا على ديك البلاصه اللي قاصحه ولا اللي كدرنا هكذا. وممكن ديروا هذه العمليه وانتم لابسينه يعني ديروا في رجليك، ممكن تلبس حتى كاع شي 13 غلاط باش يشد لا فورم جديده يعني انه يتوسع ويولي في القياس اللي بغيتو صافي، وتوجه الحراره للاماكن كلها اللي كتقصحكم وتخليه حتى يسخن مزيان مزيان. ومن بعد راه اكيد ان شاء الله غادي يتمدد وغيتزاد شويه في الحجم ديالو وما غاديش يبقى يضركم. اذا انا هنا مثلا بالنسبه لهاد السبادريه غير هنايا اللور قاصح شي شويه فوجهت لي كيف شفتوا معايا الحراره. ومن بعد ما اننا ما لابسينوش ما لابسو حتى شي واحد يعني من بعد ما كملت هكذا الحراره وهو سخون درتو في هذا البلاستيك وخليته واحد شويه حتى يبرد، يعني ديك الحراره كتبقى فيه كتشد فيه واحد المده حتى كترطاب هذيك الجهه وما كتبقاش نهائيا قاصحه. اذا هذه حيله من بين الحيل اللي غتنفعكم ان شاء الله بزاف بزاف بالنسبه للاحذيه الضيقه. نمر ان شاء الله للحيله المواليه وهي النباتات المنزليه ديال البلاستيك. كيف كتشوفوا اغلب المنازل راه فيهم الورد ديال البلاستيك وغيرها، اذا فاش كتوسخ وكتولي فيها الغبره والاتربه، فالطريقه هي انني كناخذ سوشوار هكذا وكنخدمه فكيزول هذيك الغبره كامله وكينظفها بعمق وكترجع جديده، يعني السوشوار هكذا فاش كنخدمه كيطرد عليه جميع الغبار كينظفو مزيان مزيان. احسن طريقه جربت النباتات المنزليه هي السوشوار. ها نتوما كيف كتشوفوا ها هو الورد كيبان مغبر، ها نتوما كتشوفوا كيف ولا دابا من بعد ما درت له الهواء ديال السوشوار حيد منه الغبره كامله ولا نقي، الله بان اللون ديالو مزيان.
اذا هاد الطريقه ممكن ديروها لبزاف د الاماكن اللي مغبره، فهي طريقه نافعه وكتقتصد علينا في الوقت كذلك. اذا نمر الان للطريقه الاخيره، وهي الا بغيتو تشويو الفلفله ولا الدنجال بطريقه اخرى وبكميه كبيره ودغيا تشوى لكم، فما عليكم الا انكم تاخذوا شوايه وتاخذوا الدنجال كيف شفتوا معايا. فدهنتو بقطيره الزيت، غير قطيره ربع ملعقه واقل، قطيره الزويته، وحطيتو هكذا في الشوايه، فكيتشوى بواحد السهوله وبسرعه كبيره. اذا الشوايه الدور ديالها انها كتجمع لينا كميه كبيره، وكنقلبوه شي مرات مره وحده الا بغينا. والزيت الدور ديالو راه ماشي شي زيت كثير، راه غير واحد القطره، غير واحد ما بيناش، غير واحد القطيره لهذيك الجلده الفوقانيه باش دغيا كتشوى صافي، وكيدخلوا الطياب بسرعه.